ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا نعمل فيديو جديد وتريلر رياكشن جديد لفيلم من الافلام اللي مفروض هتتعرض في موسم عيد الاضحى 2021، وهو فيلم العارف عوده يونس، ومن الافلام اللي احنا كنا منتظرينها من زمان. انا كنت اساسا عامل له تريلر رياكشن، هو كان تيزر ما كانش تريلر رياكشن، تقريبا كان من سنه، وبعد كده الفيلم اتأجل سنة، وبعد كده خلاص أخيرا الفيلم هينزل في عيد الأضحى 2021. طبعا التأليف لمحمد سيد بشير ومن إخراج أحمد علاء الديب. أوكي نايس أحمد علاء. أنا رجعت أصل الحاجات دي قبل كده بس في التيزر، الكلام ده من سنة، فأنا مسقط كان مين في الكاست وكده غير أحمد عز. يعني أحمد علاء الديب ده اشتغل كتير مع أحمد عز، كان آخر حاجة كان عامل معاه مسلسل هجمة مرتدة اللي كانت عرض في رمضان 2021. انا بالنسبه لي المسلسل ما عجبنيش، واشتغل معاه في فيلم الحفله، كان برضو هو المخرج، واشتغل برضو معاه في فيلم بدل فائت، برضو كان احمد عز هو المخرج، فعمل كذا عمل يعني مع احمد عز. يضم في الكاست ليست مع احمد عز هو احمد فهمي، ومعانا كمان مصطفى خاطر، محمود حميده، كارمن بصيص، احمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومحمد ممدوح. محمد ممدوح طالع ضيف شرف، عجبني ان محمد ممدوح بقى موجود مع احمد عز كتير في ولاد رزق الجزء الاولاني والجزء الثاني، ودلوقتي في العارف، وكان طالع معاه في الخليه، وعلى ما اعتقد كان طالع معاه في حاجه ثانيه. الكاست كويس، الكاست كويس. اكتر حد انا متفائله خير في الدور ده هو احمد فهمي. احمد فهمي اكتر ممثل في الفيلم ده انا بصراحه يعني منتظر اشوف الاعلان عشان خاطر احمد فهمي، على فكره، عشان عندي احساس ان احمد فهمي عامل دور حلو ومفاجئ. مصطفى خاطر مش عارف مصطفى خاطر هيبقى ايه ظروفه في الفيلم ده، حب ان انا اطلع على التريلر وبعد كده نشوف يعني الموضوع ده. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. تريلر لسه نازل من كام ساعه، هشوفه معاكم دلوقتي اول مره. فيلم العارف عوده يونس، يلا بينا. قدرتك في الوصول للمعلومة زي ما تقدر تبدأ حرب. أنا مش هنساك يا يونس. الناس بتموت بميعاد يا يونس، عشان كده أنا بقيتش أنفع. مش أنت اللي تقول إذا كنت تنفع ولا لأ. هو ليه سيادتك بتعامل معايا إن أنا حتة شطرنج؟ أنا لما رجعت أشتغل معاك رجعت عشان أجيب راضي. وحقي وحق ريمو اهلها. ده انت قلت الادب بقى. انا كمان عندي نفس الهدف. امشي واجي لك كمان ربعايه. خلاص صبر يا عم رامبو. هو المكان بيقفل امتى؟ راضي خرج من نص ساعه على طريق من ميلانو لماليزيا. مفاجاه مش كده؟ الله اكبر. اخطر حاجه في الهاكر انك مش شايفه، صعب تحدد ضربته هتيجي منين. اقوى سلاح في العالم. متاخر يا يونس، دايما متاخر. لا حلو حلو ومبسوط بصراحه. لا الصرف باين وشكله معمول حلو، هيبقى فيلم اكشن حلو. الفيلم ده لو نزل في العيد انا شايف من وجهه نظري هيكتسح موسم افلام عيد الاضحى 2021، انا شايف كده من وجهه نظري. وباللي انا شفته ده ممكن اوفر توب فيلم بتاع كريم عبد العزيز اللي هو البعض لا يذهب المأذون مرتين، وبصراحه هيبقى مفاجاه لان الموسم عيد الاضحى اللي فات كان الفيل الازرق 2 وكان ولاد رزق 2، والفيل الازرق الجزء الثاني هو اللي حط على ولاد رزق الجزء الثاني، يعني تكنيكلي ممكن نقول ان كريم عبد العزيز 1 احمد عز 0 في حته الايرادات بتاعت موسم عيد الاضحى اللي فات. موسم عيد الاضحى بقى ده بيكرره ثاني الستوري، احمد عز نازل بالعارف عوده يونس، والفيل الازرق والبعض لا يذهب المأذون مرتين نازل. فانا شايف المقارنه هتبقى جامده قوي، عشان ده هيبقى شيء يعني انا شايف من وجهه نظري ده هيبقى توب اكشن وتوب كوميدي ما بين ممثلين كبار، اتنين اعلى ايرادات في تاريخ السينما. انا شايف ان الموضوع هيبقى معقد شويه لان كله هيبقى حابب انه يتفرج على فيلم اكشن بحت
وطبعا هيبقى فيه افيهات، وزي ما انا قلت احمد فاهم يا جماعه هيبقى مفاجاه الفيلم ده، يعني عارفين انتوا طريقه الفيلن اللي هو بيبقى بارد بس في نفس الوقت ما تقدرش تكرهه، افيهات. انا شايف برضو لو كان ممكن اتحط عمرو عبد الجليل في الفيلم ده برضو كان هياكل، وايرادات الفيلم كانت هتبقى اعلى انا شايف من وجهه نظري. مصطفى خاطر زي ما انا قلت عندي مشكله مع مصطفى خاطر، حاسس ان الدور برضو نفس الدور اللي كان عامله في حرب كرموز بتاع عصفور تقريبا كان اسمه، الشاب الغلبان المسكين، بس برضو هو اللي بيطلع يقول افيهات حاجه شبه هروب اضطراري، بس هنا مور كاكي اسمها، او مور مش عارف اسمها مور ايه، بس هو زي ما تقول كده مور حرش بمعنى الكلمه. وتقريبا هيعمل نفس الدور برضو في اشباح اوروبا، فيلم اشباح اوروبا لسه ما نزلش، بس انا لما عملت له تريلر رياكشن حسيت هنا برضو نفس الدور، يعني ممكن تكون مصطفى خاطر اكتر في مش حرب كرموز، اكتر في الدور بتاع اشباح اوروبا، حاسس ان هو نفس الدور اللي هو عامله هنا. فانا شايف من وجهه نظري لو هنكسكلود مصطفى خاطر من الفيلم كان ممكن يبقى احسن، بس هيجيب يعني مصطفى خاطر ليه جمهور وكل حاجه وتحترم وبتاع، بس انا شايف مصطفى خاطر لو كان اتحط مكانه مثلا عمرو عبد الجليل كان هيبقى احسن من وجهه نظري الشخصيه. كارمن بصيص مبسوط ان هي موجوده في الفيلم، هي ومحمود حميده. كارمن انا مبسوط برضو ان جابوا كارمن بصيص، يعني جابوا حد مش زي واحده زي هند صبري مثلا. هند صبري على عيني وعلى راسي، انا بعشق هند صبري وبحب تمثيلها جدا جدا جدا، وانا شايف ان هي واحده من افضل الممثلات حاليا، بس لو كان جابوا هند صبري هنقول ده ايه، هجمه مرتده الجزء الثاني ده الفيلم بقى مش المسلسل، فهيبقى الموضوع ما كانش هيبقى حلو، كان هيبقى بايخ ان هو احمد عز وهند صبري ثاني ونفس المخرج وبتاع، ف الموضوع كان هيبقى سخيف. فكويس ان هم جابوا، او كويس ان هم فكروا في ممثله ثانيه خالص غير هند صبري في العمل ده، وجابوا واحده زي كارمن بصيص. انا شايف كارمن بصيص هتعمل دور حلو، ومحمود حميده طبعا هيعمل دور حلو انا متاكد منه 100%. نسبة ترقبي للفيلم هو 9/10، هي نسبة ترقبي لفيلم العارف عودة يونس، هيبقى فيلم اكشن دمار من وجهة نظري، هيبقى حاجة كويسة جدا 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 للسينما المصرية، وابتدى يبقى فيه صرف، وصرف باين بصراحة. حتة لو جيتوا سألتوني مين ممكن يأوفر توب في الأفلام السنة دي في العيد، انا شايف المنافسه هتبقى قويه جدا ما بين كريم عبد العزيز واحمد عز. انا شايف ان تامر حسني ما اعتقدش هينافس الفيلمين دول، مع كامل احترام لتامر حسني، فيلم موسى زي ما انا كنت قايل، فيلم موسى لو نزل في المهرجان ده انا شايف انه هيتداس عليه جامد، يعني انا شايف ان موسى يتاجل بعد العيد من وجهه نظري هيبقى احسن، لان موسى لو نزل في عيد الاضحى وبيتر ميمي اخذ الريسك هيبقى حاجه جامده قوي منه، لان انا شايف الفيلم هيفشل مع الاسف مع كامل احترام. يعني دي كانت نسبة ترقبي لفيلم العارف في عيد الأضحى، فيلم عيد الأضحى 2021، مستني الفيلم جدا، واحتمال هيكون طبعا يعني وش ده هيكون الفيلم الأولاني اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هنشوفه في العيد. بس أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، إن شاء الله أشوفكم فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم ألون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.